مشاهدين ساعة مع نبال، مساء الأنوار. الحلقة الماضية كان في جدل ونزاع ومشدة، وانتهت ان احنا وعدنا حضراتكم ان احنا هيكون لينا جزء تاني عشان يكون في إجابة للسؤال اللي طرحناه في ساعة مع نبال، وهو الأبراج حقيقة أم خرافات وأوهام. أنا بس عايزة أقول حاجة في البداية، إن إحنا في ساعة مع نبال ما عندناش أي رغبة أو إن إحنا بنحاول نعمل شو إعلامي علشان ناخد مكاسب معينة. الهدف وإنتوا كلكم حضراتكم عارفين الفكر اللي بيقدمه ساعة مع نبال، إن إحنا بنقدم موضوعات توصل للناس بشكل سليم ومعلومات سليمة، ويبقى فيه وعي وإدراك بالأمور اللي بتحصل حوالينا، ودايماً بنسيب الأمر للمشاهد هو اللي يحدد الحقيقة فين والصح والغلط. النهاردة معانا في ساعة مع نبال الدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الأفريقي لفلاتين، والدكتور عبد الغني سليم، وزارة الأوقاف. أهلاً بحضراتكم. أهلاً بحضرتك. إن شاء الله النهاردة يعني يكون كلامنا حواري علمي، نقدر نوصل معلومة إن شاء الله تفيد كل مشاهدين ساعة مع نبال. أنا اسمح لي أبدأ مع حضرتك يا دكتور محمود. وفي سؤال ما خدناش من عليه إجابة، وهو إيه حقيقة الأبراج؟ الأبراج هي مواقع للنجوم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تمام. أنا هطرح الطرح بتاعي، هطرح الفكر بتاعي، وحضرتك وأستاذنا شيخنا الجليل والجمهور قولوا لي أروح باللي عندي ده فين. تمام. إحنا عندنا الكواكب كلها حركتها بميزان وبحساب، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: والشمس والقمر بحسبان. تمام. فحركة الكواكب موزونة، القمر بيقعد يومين وتلت في كل برج، الشمس بتقعد شهر في كل برج، زحل بيقعد سنتين ونص في كل برج. في مقطع عند حضرتك خاص بالشيخ أسامة الأزهري بيقول إن احنا كان عندنا علماء فلك محترمين وكانوا بيعلمونا إن دورة زحل 30 سنة. يعني أنا بس عايز نسمع الشيخ أسامة الأزهري عشان نأكد أن ده رجل دين. ناخد بس الإجابة إن إيه هي حقيقة الأبراج. أنا هقول لك التأثير. أنا هقول لك التأثير. أنا مش عايزة دلوقتي التأثير، أنا عايزة حقيقة الأبراج. ما أنا بقول لحضرتك الأبراج ذكرت في القرآن في أكثر من موقع: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ابن كثير والجلالين والطبر، قالوا إثنى عشر برج، الحمل والطور والجوزاء والسرطان إلى آخر الأبراج. وما اكتفوش بكده، قالوا: وقيدنا لكل برج كوكب، السرطان وله القمر، الأسد وله الشمس، خصوا لكل برج كوكب معين. يعني الأبراج حقيقة وعلم. أيوة. دكتور عبد الغني عمري، الأبراج موجودة في الدين؟ الأبراج كأبراج موجودة في السماء. القرآن الكريم لما ذكر: لا أقسم بمواقع، فلا أقسم بمواقع النجوم، لما سبحانه وتعالى قال، احنا طبعا المقدمة كده بنحيي السادة المشاهدين، ومعذرة يعني كنت سرحان شوية، نسأل الله رب العالمين أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قولنا خالصا لوجهه، نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. القرآن الكريم ذكر الأبراج، تمام، وذكر النجوم وذكر الكواكب وذكر الشمس وذكر القمر، ولكن لها فوائد ولها أشياء بيّنها الله سبحانه وتعالى لنا، لكن ما بيعتبرهاش أن هي علم. أبدا. لا أبدا. لماذا؟ لأن العلم يختلف، يعني علم الفلك يختلف عما نحن بصدده. هنرجع للنقطة دي بس بعد ما أوجه سؤالي للدكتور محمود. انتوا بتعتبروا دلوقتي ان الابراج والتنجيم هو علم. تمام.
ايه الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم والابراج؟ انا بس كنت عايز يعني اوضح الرؤيه. اتفضل. ونقول ان تاثير الكواكب على الناس ازاي، وبعدين حضرتك ما هو انا جايه لسؤال تاني على تاثير الكواكب. انا بتكلم دلوقتي ان في فرق. علم الفلك يعني تمام، احنا كلنا عارفين ايه هو علم الفلك. علم الفلك فارق عن علم التنجيم وعلم هي الابراج. جزء او بند في علم الفلك. تمام. علم الفلك في الطقوس الدينيه بتاعتنا مبنيه على علم الفلك. بصوم بناء على رؤية شرعية ومعاها الجانب العلمي. تمام. لازم يستشيروا الجانب العلمي. تمام. ده دليل على ان العلماء بتوعنا بيشوفوا حركة القمر ماشية ازاي، واذا كان ظهر او ما ظهرش. وطبعا الفتوى كل سنة موجودة على مدار السنين اللي عدت دي كلها، بيجي المفتي ويقول ثبت فلكيا. انا عايز اجنب بس فلكيا عن الامور الاخرى. لكن في فرق بينه وبين علم الابراج والتنجيم. ما هو علم الابراج داخل فيه تاثير الكواكب. فانا عايز اثبت لك دلوقتي بالدليل والبرهان تاثير كوكب زحل. بس عايز اسمعك من الشيخ اسامه الازهري ان دورته 30 سنه، عشان لي انا مجال في موضوع ال 30 سنه ده. هنرجع للنقطه دي. اوصل لك معلومه بس كويسه. بعد مسأل فضيله الشيخ، يعني الغيبيات والتنبؤات انتوا بتعترفوا بيها في قانونكم؟ قانون ايه؟ قانون الشريعة والدين. في شرعنا. في شرعنا نعترف بها؟ لو لم نعترف بها فقد كفرنا. لماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. لماذا؟ لأن من شرط الإيمان أن تؤمن بالغيب. تمام. قال الله سبحانه وتعالى في بداية القرآن خالص: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحن مأمورون بأن نؤمن بالغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في صورة صحابي سأله عن الإيمان، أعلى مراتب الإيمان، أعلى من الإسلام، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالإيه؟ باليوم الآخر. اليوم الآخر هو الغيب. الغيب عندنا هو اليوم الاخر. ما هو الله عليك. طبيعي ان احنا بنؤمن طبعا ان بالغيبيات لكن انا عايزه اوصل لنقطه معينه. فضل. وهي فكره التنبؤات اللي بتحصل دلوقتي وعلم الغيب، حضراتكم بقى كرجال دين بتعترفوا بيها ولا لا؟ بالنسبه لمين؟ الحاجات بقى اللي احنا بنشوفها دلوقتي مؤخرا على كل محمد. القنوات خبراء الابراج وعلماء الفلك واللي بيطلعوا يقولوا تنبؤات طب واحداث. صل على الحبيب قلبك يطيب. عليه افضل الصلاه والسلام. صل على الحبيب قلبك يطيب. اخونا وحبيبنا زميلنا فضيله الشيخ خدناه منه، هو عارف الوقت. الله سبحانه وتعالى ذكر الغيب في ايات كثيره، تقريبا اكثر من 60 ايه. تمام. وكلها بتدور حول ايه؟ ما حدش يعرف حاجة في الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الغيب آيات كثيرة جدا، نختصر منها باختصار شديد. في الحلقة الماضية قلنا قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماشي. قلنا قول الله سبحانه وتعالى عمنا المخرج يعني ممكن يعمل لنا الإيه صدى صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. شوف النبي بيقول إيه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء،
إن أنا إلا نذير مبين. من الكلام ده عن مين؟ يعني دكتور عبد الغني. آيات كتيرة بقول لك 60 آية. دكتور عبد الغني كده إن الغيب لا يعلمه إلا الله. الغيب مختصر بالله سبحانه وتعالى. وإن مرفوض التنبؤات. ممنوع حينما. التوقعات. حينما. لا عايزة إجابة. التوقعات طيب. التوقعات شيء. والتنبؤات. التوقعات شيء والتنبؤات لأني شيء. لأني هتكلم مع حضرتك دلوقتي إن في غيب مطلق وفي غيب نسبي. طبعا. بس هرجع لحضرتك تاني طبعا. بعد طبعا. ما هنشوف طبعا. فيديو للشيخ أسامة الأزهري بناء على طلب دكتور محمود. تدبر القرآن فرأى الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ففهم عن الله تعالى مراده فنظر إلى الفلك ورصد مجموعات النجوم وتأسست في تاريخ المسلمين مراصد الفلك وعلم المدار السماوي فتحولت إشارة القرآن الكريم من كلمة إلى قيمة إلى مؤسسة إلى حضارة تأسس مرصد أصفهان في القرن الخامس الهجري وكان فيه 40 فلكيا من عباقرة المسلمين ورصدوا أجرام السماء حتى حددوا مدة دورة زحل حول الشمس 30 سنة ثم دكتور محمود ردك ايه؟ اولا عايزين تعقيب على الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي ورد حضرتك على ان يعني غير معترف بالغيبيات او بالابراج او بالتوقعات. هو بس الاول قبل طعم النكهه بتاعت الخطبه بتاعت العيد في خطبه العيد امام رئيس الدوله وامام كبار رجال الدوله الشيخ اسامه الازهري اعتلى المنبر وقال عندنا علماء فلك وفي دور علمونا دورة زحل. زحل ده دورته 30 سنة، هي 29 سنة ونص. كل لما يخش برج الميزان لابد أن يتغير نظام الحكم في مصر، وده تأثير تمام. وتعال نخلي التاريخ يقول كلمته. هو كان في برج الميزان سنة 2011، وبما أن دورته 30 سنة، عشان يرجع لنفس النقطة، يعني لو حطينا 30 على 2011، هل أقدر أقول سوف يتغير نظام الحكم في مصر؟ أنا مش هقول سوف، أنا هقول لابد. بس قبل ما أقول لابد هرجع بالتاريخ لورا، هخصم 30 سنة من 2011 لما زحل دخل برج الميزان المرة اللي كانت قبل كده. هل تغير نظام الحكم في مصر ولا لأ؟ خصمنا 30 من 2011 بقت 1981، راح أنور السادات وجه حسني مبارك. وخدي بالك من اللفظ اللي انا بقوله، تغيير نظام مش تغيير رئيس. يعني يا دكتور محمود الابراج ليها تاثير كبير أدلل على بس يا حياتنا. ادلل عشان نفهم والساده المشاهدين يفهموا وحضرتك برضه تستوعبوا الموضوع. يعني عايزين ندي معلومه مبسطه. انا بتكلم في تاثير كوكب على دوله مش على فرد. عشان نقدر من خلال الحلقه، لان حضرتك عارف وقت الحلقه جرت عادة الله، فنقدر من خلال الوقت ده ان احنا يعني نوصل للمشاهد اللي احنا عايزينه. حاضر. جرت عادة الله في كونه وفي ملكه وفي أرضه أنه عندما يدخل زحل برج الميزان لابد أن يتغير نظام الحكم في مصر. يعني حضرتك دلوقتي بتقول أن الأبراج ليها تأثير على أكمل برهان؟ اتفضل. لما خصمنا 30 سنة من 2011 أنا دلوقتي مش هتوقع، هو أنا راجع لورا بالتاريخ، فإذا التاريخ لورا إداني نفس التأكيد يبقى أنا بقلب جامد أقدر أقول لك 2041. يعني مش هتوقع ده، انا هتوقع لدوله مش لبني ادم ولا الانسان. تمام. طيب 1900 لما خصمنا 30 سنه من 2011، 1981 راح السادات وجه حسني مبارك. بس انا بسرعه قبل حضرتك وقبل استاذي وشيخي ما يقول يمكن صدفه، هخصم كمان 30 سنه من 1981 هلاقي نفسي 1952.
تمام. مش الملك فاروق وجي جمال عبد الناصر. خد بالك تغيير النظام مش تغيير الرئيس. برضو هقول يمكن صدفة قبلكم، قبل انتم ما تنطقوها انا اللي هقولها. ما يمكن صدفة. اخصمي كمان 30 سنة من 1952 يبقى 1922. تمام. 1922 كان اعلان استقلال مصر، وكان قبلها ثورة 19. طيب يعني طب يعني هرجع لحضرتك 1805 نهاية عهد المماليك وبداية حكم محمد علي ولي على مصر. يعني برضو إجابة حضرتك إن في تأثير على وجود الأبراج، التاريخ اللي بيقول يا فندم مش أنا، وإن في تنبؤات وتوقعات، تاريخ والعلم والورق والقلم. تمام. أنا جايب مع حضرتك يعني جايب خلينا أرجع لحضرتك تاني، هرجع لحضرتك والورق بتاعي والعلم بتاعي. دكتور عبد الغني، انا احمد الله سبحانه وتعالى اتفضل. ان خلق لمصر الكواكب والنجوم فقط. اللهم لك الحمد والشكر ان هيأت لمصر فقط الكواكب والزحل والقمر. سؤالي انا كنت راجعه له دلوقتي بالسؤال ده، اشمعنى مصر مكتوب عنها؟ لا تاثيرها على مصر بس، لا هو ليه تاثيرات على حاجات تانية على بعض الدول. لا خلينا في النقطه اللي حضرتك بتقولها، اصل هو حضرتك كل ده انا سالت غير النظام. بس استني يا دكتور، استني يا استاذ، اوضح يا اساتذه، انا بسال سؤال للدكتور هيرد عليا. يا استاذ نبال اوضح، هرجع لحضرتك. تغيير النظام مش تاثيره على مصر فقط، لكن هو ليه تاثير اخر على فرنسا وليه تاثير تاني على امريكا. طب امريكا كل خمس سنين بتغير حكم، لا ده كل 30 سنه دورته زي ما قال الشيخ اسامه الازهري. دلوقتي انا انا اللي بدير الحوار وانا اللي بوجه الاسئله، واتمنى ان انتوا تجاوبوني على الاسئله اللي انا بوجهها لحضرتك. دكتور عبد الغني، احنا قلنا ان في الغيب المطلق والغيب النسبي. نعم. الغيب المطلق ده لله سبحانه وتعالى، والنسبي لله. بس النسبي لله لله. طب وضحها لي. النسبي لله لما الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسله. هو طبعا في كلام الغيب المطلق، يعني قال بعض العلماء انها خاصه بالعلوم الغيبيات الخمسه بالضبط، وعنده علم الساعه اللي هي الايه في اخر لقمان، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. قالوا هذه مختصه بعلم الغيب المطلق، لكن البعض قال كل علم الله سبحانه وتعالى مطلق. طيب العلم النسبي اللي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من ارتضى. الله سبحانه وتعالى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج على بعض أمور الغيب، القيامة، النار والجنة، بس اسمح لي من رسول. اسمح لي يا دكتور عبد الغني، يعني معنى كده أن ممكن في أشخاص يكون عندهم ملكة معينة من خلالها بيحصل ليهم او يقدروا ان هم يبقى في توقعات او تنبؤات لاحداث معينه. انا اقول لك، انا عايزه اجابه سريعه جدا. اجابه سريعه جدا. الله سبحانه وتعالى قال الا من ارتضى من الرسول، غير الرسول يبقى من؟ الله يعطي للرسول او من يصطفي، غير كده يبقى مين؟ يبقى مين اللي سامعني؟ يبقى الشياطين. الشياطين بتعمل ايه؟ تمام. بس من الاخر تمام. دكتور محمود، الشياطين هم الذين الا من استرق السمع. دكتور محمود حضرتك قبل تعقيب حضرتك، الابراج اتقسمت عندنا لثلاث اربع مثلثات. تمام. لكن هم 12 برج. ال 12 برج، وبرضه صحح لي لو معلوم لو اللي بقوله سليم ولا لا. أفضل. ان هم كانوا 13 برج، وعشان فصول السنه 12 فبقوا 12. عشان الشهور. شهور الشهور عفوا. طيب هم دلوقتي 12 برج. هم طول عمرهم 12. ما انا عارفه. دلوقتي هم 12 برج. متقسمين ابراج هوائيه ترابيه ومائيه وترابيه. تمام. بناء على ايه التقسيم ده؟ طيب انا عايز افهم، يعني انا اللي بغتنم الفرصه بوجود حضرتك النهارده. طيب. ان احنا بنقرا حاجات وبنشوف حاجات وما عندناش علم بيها. هقول لحضرتك، انا نبال اللي عايز اعرف. هرد على سؤال حضرتك، بس خليني استاذنا وشيخنا الذين يؤمنون بالغيب قال انه الغيب ده اللي هو الاخره. تمام. الجنة والنار. أما الغيب النسبي وكل ما يتعلق بيهم يعني. أما الغيب النسبي فالغيب النسبي ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فبيطلع بعض غيباته على الغيب النسبي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا هناك مشيئة. دول الشياطين. إذا هناك مشيئة. الشياطين ده استدلالي. أنت حضرتك بتستدلل الوقت. واحدة واحدة. اتفضل. واحدة واحدة. اتفضل. هو لما أجي أشوف إلا من ارتضى من رسول، أنا عايز أسأل سؤال وتجاوبنا عليه الاستاذ نبال. طب. مش في انبياء ورسل؟
ولا كلهم واحد؟ لا، في انبياء وفي رسل. في انبياء ورسل. هو مش ممكن ربنا يبعت رسول يكون كافر وعلى غير دين الاسلام يخترع الكهرباء والعالم كله يستفاد ويبقى هو رسول من عند ربنا اطلعه على غيب الكهرباء؟ مش ممكن يطلع واحد يهودي يصنع طياره تخدم البشريه ويبقى ربنا ارتضاه رسول انه يشتغل في الطيران؟ رسول يعني رسول بيحمل رساله، فممكن الا من ارتضى ربنا بيرتضي اي رسول، مش بحكمنا احنا، مش بمزاجنا احنا. ممكن انا حد يبقى مش على كيفي وشايفه فاسق وفاجر وفي كل الصفات ولكنه له شأن اخر عند ربنا، دي مش بتاعتي ومش موضوعي. وما دام قال الا من ارتضى من رسول، فالرسول ده ممكن يبقى ولي، ممكن يبقى عالم، العلماء ورثة الانبياء، فالموضوع مش رايح بعيد. احنا بنقول بنحمل علم، اتناقش في العلم والثوابت والبراهين وقولوا لي ودها فين. طب ما انا سالتك يا دكتور محمود دلوقتي، ما انا دللت لك على تاثير كوكب زحل اهو. لا انا ما بتكلمش على ده، انا بتكلم على سؤالي اللي وجهته لحضرتك لما قلت ان اتقسمت الابراج، حضرتك قلت الاربع اقسام. ما انا هرد لك بقى على السؤال ده، انا عايزه اعرف بناء على ايه؟ على الا من ارتضى من رسول. طب اتفضل. ممكن بعد اذنك يا استاذه نبال بعد ما اخلص معايا هرجع هتعقب في تفسير بقى شغلي بقى في لا يطلع على غيبه احد وتاثير الكواكب. الكواكب موجوده والابراج موجوده في القران ومذكوره وتاثيرها مذكور، وربنا سبحانه وتعالى ذكر وقال وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. هذا حق، ولكن يراد به باطل من الناس اللي واخدها سبوبه، من الناس اللي هي جلجلة اللي هم الدجالين، اللي احنا الحلقة اللي فاتت حاولنا ان احنا نفرق ما بين العلم والدجل والشعوذة. ولما جيت اتحمى في ربنا وفي الطقوس بتاع ربنا واقول المفتي بيقول ثبت فلكيا، ما قالش فنجانيا وما قالش وضعيا وما قالش رمليا، انا بتمحك في ربنا. لكن لما يبقى ربنا مش معترف بيا ومش مديني الصلاحية يبقى انا كده واهم. فقولوا لي اروح فين في العلوم دي؟ انا قلت لك كوكب زحل كل ما يخش برج الميزان لابد ان يتغير نظام الحكم في مصر. ومعايا داتا تانية. على سؤالي برضو دكتور فضل. محمود وبتدخلني في اتجاهات فضل. تانية فضل. ومش هو ده اللي انا عايزاه من السؤال، بس قبل برضو ما هتجاوبني على السؤال حضرتك ليك تعقيب على اي طبعا. حاجه من طبعا. اللي قالها الدكتور محمود. من ارتضى من الرسول، لم تذكر كلمه رسول في القران الكريم الا بمعناها الذي اراده الله سبحانه وتعالى. لكن حضرتك بتقول واحد يصنع طياره، واحد يصنع لمضه، احنا دي صناعه كافر، دي صناعه كافر، دي صناعه كافر، ده كله صناعه كافر. ده اسمه وعلم الانسان ما لم يعلم الانسان ما لم يعلم. حلو، في اختصاصه مش رسول. الرسول دي في القران يعني يا رسول بوحي، وهذا قد انقطع انا ما بقولش وحي. امال امال ربنا هيبعت ممكن باي حد؟ ربنا هيبعت في فرق بين النبي والولي والرسول. يا دكتور محمود ما فيش حاجه اسمها الله سبحانه وتعالى يوحي. دكتور عبد الغني ترد على ايه؟ خلص الموضوع ده الاول عشان ترد على الدكتور فسر الاول. ترد على ايه المقوله اللي بتقول كذب المنجمون ولو صدقوا؟ طبعا هي مقوله صادقه ليست حديث، لكن خلينا اول في موضوع الا من ارتضى دي. الا من ارتضى دي لما يجي واحد الله سبحانه وتعالى يسخره. في ايه في القران بتقول كذب المنجمون ولو صدقوا؟ لا ما في، انا قلت ده كلام، انا قلت مقوله. قلت يعني مقوله، هو لفظ لقيط. انا بقول مش حديث، مش حديث على لفظ على المقوله، انا بقول مش حديث. بس خلينا معاك الاول يا دكتور بعد اذن حضرتك. اتفضل. عشان نفسر القران الكريم لابد ان نعطيه حقه. الا من ارتضى من رسول يعني الله سبحانه وتعالى لم يطلع احد من الخلق على بعض الامور الغيبيه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت الا رسول تمام. او نبي، انما واحد صنع كهرباء ماشي ده، فاذا ما ينفعش ده اسمه علم علمه الله سبحانه وتعالى. سخر طيب تمام. سخر لكم الشمس والقمر والنجوم ومسخرات بامري. طب ايه علاقتها دي بالنجوم؟ علاقتها ان لولا الشمس لما كانت الحياه يا سيدي الله سبحانه وتعالى. يا دكتور محمود، يا دكتور محمود زي ما ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا اللي صنع الكمر دي. اقول لحضرتك انت فهمني وعلمني. انا بقول الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ سؤالي في نقطه معينه دلوقتي، الشمس بتبقى موجودة في كل برج بأيام مختلفة يعني مثلا لا شرط مش في كل برج لا في كل برج يعني شرط. مثلا في العقرب بيقعد 7 أيام. أنا أقول لحضرتك وأنت تقولي ده غلط طيب ولا صح؟ لا حضرتك اللي تقولي ده غلط ولا صح. طيب مش أنا. هو الشمس بتقعد شهر في كل برج. طيب السنة الفلكية بتبدأ 21 مارس بتلف. عايز أسأل حضرتك سؤالي. عايز أسأل سؤالي. اتفضل. اللي أنا المعلومات اللي جمعتها
ان الشمس بتبقى موجوده في برج العقرب 7 ايام. لا غلط، معلومه خاطئه. ده مش مظبوط. خاطئه. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وقلنا كل في فلك يسبحون. القمر له مقياس، والدليل على ان العلماء الدين بيستعينوا ببتوع الفلك عشان يقول لهم القمر مكوسه امتى او ما فيش مكوسه امتى او ظهر او ما ظهرش، وبياخدوا بكلام الفلك وبيصوموا الناس ويفطروا الناس بناء عن الفلك. معنا فيديو للدكتور مصطفى محمود وتأثير لولا الشمس لما كانت الحياة على وجه الأرض. تفضل. فالتأثير واضح من الأول يا دكتور. تأثير اللي أنتوا بتقولوه غير الفضاء يعني، بس احنا بنحاول نفض الشفرة دي شوية شوية. فهي طبعا الكون كون سفر عظيم يعني. بعتبر ان هو ده نوع من القرآن الآخر، في قرآن اللي هو اللي أملاه جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي الكون كله ده قرآن عليك انت بقى تفض شفراته. وبعدين التاريخ هو مشيئة ربنا، عليك تفض الحكمة فيه. وقد ثبت بالقياس اختلاف كل نهار عن سابقه وعن لاحقه، كذلك يختلف الليل أي ليل وكل ليل عن غيره، وأثر القمر والنجوم والإشعاعات التي تنهمر على الأرض، ويختلف من يوم لآخر ومن ليلة لأخرى. فالشمس والقمر يؤثران على مزاج الإنسان، والوقت كذلك نهارا وليلا وفي أي شهر، والطقس وحركة النجوم والكواكب كلها تؤثر في الإنسان. دكتور عبد الغني، تعقيبك على الكلام ده كله علم، الكلام ده كله علم. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تمام. لتعلموا عدد السنين والحساب. فربنا اللي خلق الحاجات دي وعرفنا نعمل بها ايه. ما هو مش محمود الشامل. نشوف. ما انا ما بقولش محمود الشامل اللي خلقها يا دكتور. لا انا هاجي حضرتك. ما بقولش التأثير. طيب انا اكمل اكلم حضرتك. اكمل حضرتك. انا ما بقولش التأثير للكوكب بذاته، والا ده يبقى كفر. انا مسلم كله بإرادة الله. ربنا اللي خلق الكواكب وخلق البني ادمين وخلق الارض وخلق المشارق وخلق المغارب، وجرت عاده الله في كونه ان يسير الامور على يعني بنظام محكم معين. شويه العلم اللي احنا بنتكلم فيهم هو اثبات ان لله قدره على الكون كله، مش لمجد الشمس ولا لمجد القمر ولا لمجد الزهره. تمام دكتور. طيب. عبد الغني، طب انا هسال الدكتور سؤال. هسال الدكتور سؤال. اتفضل. انا راجل بتاع شريعه. هاتيلي واحد يختلف معي في حكم ثابت قطعي على وجه الكرة الأرضية في آية في القرآن أو في حديث صحيح، كلنا متفقين على علمنا اللي بنقوله. أنا حسأل الدكتور، معلش ده مهم. حسأل الدكتور. اتفضل. أنتوا طبعا لكم علم. اتفضل. طيب الكواكب النجوم عندنا أو الأبراج عندنا كم برج؟ 12. هل مجمع عليه على مستوى العالم؟ آه. آه؟ أيوة. مش في جامعة فلكية. حضرتك تعرف الصين، إحنا عندنا يا دكتور يا أستاذة يا أيها المشاهدون، عندنا الكواكب في مصر القديمة والإغريق والرومان والعرب. الصين فيها فيروس كورونا دلوقتي. اسمع يا دكتور. لا 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 ما تكلمنيش على الصين، تكلمني في الأبراج اللي إحنا بنتكلم فيها. بنتكلم عن حاجة موقعة. عندنا الحمل والجلد و و و هم عندهم ايه؟ عندهم الفار. ملناش شعر. عندهم القط. ملناش فيه. عندهم الجاموسه. ملناش فيه. عندهم التعبان. عندهم القرد. ملناش فيه. ازاي بقى؟ انا بكلمك في ما احنا بنقول يا دكتور معلش العربي. طب اسمح لي يا دكتور، اسمح لي يا دكتور. احنا استاذه نبال بنقول النقطه دي مهمه جدا هي الفيصل. طب اسمح لي بس ده يعني اقول حضرتك حاجه. فضل. السؤال بقى اتفضل. ان الشيخ الدكتور علي جمعه اتفضل، شفت لي لقاء في احدى البرامج اتسال عن الابراج، فقال ان سيدنا ادريس عليه السلام هو اللي كان معاه المفتاح، كان بيسالوه عن الابراج والتنبؤات والتنجيم والكواكب والحاجات دي، فقال ان سيدنا ادريس هو اللي كان معاه المفتاح. كان مفتاح حديد ولا ذهب ولا مفتاح ايه؟ وبعديها كان مفتاح ايه؟ وبعديها ضاع. اعرف المفتاح كان ايه نوعه ايه؟ ضاع. احنا هنسمعه. طيب. انا عايز يعني اقول حاجه، هو انا عايز اقول حاجه. هو بيقول ان دي كانت ربنا اعطاها لاشخاص معينين وانتهى الموضوع ده. طب برضو انا عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه، ان اي علم لم يتفق عليه فده علم باطل مهدود. وما الشيخ علي جمعه مختلفين في ايه؟ عن برج النبي. طيب انا هتكلم. الشيخ علي جمعه لما يقول ان برج النبي كان برج الحمل وصفاته وكذا كذا كذا. معايا يا دكتور بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. دلوقتي علم، انا قلت ما فيش عالم يختلف في اي قرآن او حديث صحيح على وجه الكره الارضيه.
تمام. لكن هم مختلفين في الاسماء زي ما قلنا عندنا الجدوي لا عندهم. ما اختلفناش طيب. ده حاجه وده في حاجه الابراج الصينيه حاجه طب انا يا دكتور محمود حاسب حضرتك انا راجل برج احنا مش مختلفين برج برج انا برج الجدي حلو برج الحمل اه واخد صفات الحمل او صفات الجدي او صفات الحوت مش كده لا مش كده لا هي حضرتك معلوماتك غلط حضرتك اول مره انت طيب تسمع انا بقى لما في الصين استناني بقى الجاموسه اديله ايه يا جماعه معلوماتك يا سيدنا صفات الجاموسه يا سيدنا مش ولا صفه القرد مش تخصصك ولا صفه الفار فدني بيه هنسمع ما هو دي علوم هنشوف علوم مختلفه الشرع والشريعه مش بتقول حضرتك مش بيفهم الدكتور علي الجمعة ونرجع تاني لضيوفنا منا شرعا حتى نعلم مواقيت الصلاة ونعلم اتجاه القبلة ونعلم بداية الشهور وحركة القمر فهذا فرض كفاية وده درسناه في الأزهر وكان آخر من يدرسه كان الشيخ محمد أبو العلا والشيخ الزرقاني والكلام ده انتهى بعد سنة 6 ده صفر عشان نقول الصوت عادلوه كاننا في السينما زمان من 30 سنه اتفضل يا شيخ علي جمعه بيقول ان علم الفلك كان بيدرس في الازهر لغايه سنه 6 طب ما انا بقول كده وقال كمان ممكن ان نستدل من الماضي على المستقبل وهذا لا شيء فيه ها او اروح بالكلام ده فين يعني ايه نستدل من الماضي على المستقبل والله اساله هو بقى احنا قلنا إيه؟ احنا قلنا نشغل الفيديو ونسمع منه وهو بيقول يا دكتور محمود يا استاذ نبيل يا ايها المشاهدون احنا عرفنا ان الله سبحانه وتعالى القمر بيطلع الساعه كام وينتهي الساعه كام بيشرق فين وبيغرب فين حسابات حسابات الفلك احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت مفيش اي اعتراض على الفلك انا يا دكتور محمود الجماعه انا عشت على فكره في اوروبا سنوات طويله كويس تعلموا الفلك عملوا ايه بالفلك طلعوا القمر والوقت عايزين يطلعوا المريخ تمام. احنا عملنا ايه بنستورد منهم الكوبايه دي لا احنا لسه بنفكر نخش احنا بنستورد منهم الكوبايه دي بنستورد منهم ده بنستورد منهم دي آه. عشان عارف ليه آه. عشان احنا عايشين حظك اليوم برجك اليوم قدامك سكة سفر قدامك واحدة ضرتك قدامك جوزك هيتجوز لما واحد يقسم بالله ان مش ده الشعوذة طيب. احنا عايشين في كده انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه باللي بيحصل إيه معلش يا دكتور ايه تاني ايه تاني انا حاجات كتير انا جداً. انا مش مسؤول عن ده حاجات كتير جدا لكن انا مسؤول عن احنا حاجة. احنا عشنا كده عشان كده احنا لورا بص انما هم علم الفلك يا دكتور ما تكلمناش فيه هل الكواكب تاثير هل الكواكب تاثير ابدا التاثير ليس هناك تاثير الا بالله مصطفى محمود كذاب بالله انا ليس عن الله الله والرسول رجال الدين اتفضل هل بيخشم ان يحصل ان الناس تبقى مقتنعه اقتناع تام بموضوع الابراج ولا ويبعدوا عن الدين اقول لك ليه يعني هل هو ده دايما خوفكم من النقطه ليه؟ دي او الجزئيه أقولك دي ليه؟ انا بقول دلوقتي بقول هم اتعلموا الفلك وطلعوا القمر وطلعوا المريخ صنعوا الطيارات والدبابات وصنعوا السلاح وصنعوا كل حاجه طب سيب المشاهدين يتعلموا عشان يحصلوهم احنا سايبيننا نعمل ايه في الكلام ده عشان ايه عشان يدننا كده وهجمه على مين على مصر بالذات تغييب العقول خليكم انتوا قاعدين كده زي ما يطلعوا الطرق مش عارف الايه والطرق الايه خليكم انتوا احنا ناكلكم ونشربكم وناخد فلوسكم ونديكم سلاح تقتلوا بعض بيه ونديكم عربيات تركبوها وتعملوا بيها حوادث ونديكم مش عارف ايه وانتوا خليكم انتوا يا جماعه في الايه مع الدكتور محمود ومع دكتور علي وطبعا باحترامنا للدكتور علي جمعه بيتكلم غير حضرتك كتير دكتور علي جمعه بيتكلم عن برج الحمل نسمع مع بعض لا اسس ولا ثواني علم الفلك مش بعض علم الفلك مفيش كلام دكتور علي جمعه وبيتكلم عن برج الحمل يبقى اذا اردنا ان نحفظ شيئا سريعا فنقول انه ولد في يوم 20 من ابريل سنة 571 وهذا كان في السماء في برج العقرب وإن كان الأبراج المعروفة عند الناس والتي تعطي صفات للناس هو يكون آخر يوم من أيام برج الحمل وبرج الحمل يتميز أصحابه كما يصف الواصفون وكما هو مشاهد في طبائع الناس بالحب ولقد تكلمنا عن الحب وسنتكلم عنه كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طاقة كبيرة لهذا الحب وأن برج الحمل هذا يتميز بالقيادة وقد هيأه الله سبحانه دكتور أروح محمود أروح بفين؟ أنا حروبي طيب تعقيب حضرتك
وعايزه برضو حاجه، عايزه بقى ارد على السؤال بالمره. وحضرتك علي جمعه ما قال برج النبي برج الحمل على سؤال، بس في حاجه خلي بال حضرتك ومعرفش حضرتك معانا في الراي ده ولا لا، ان في الفتره الاخيره علم الابراج والتنجيم بقى في نسبه كبيره من الناس موجودين فيه، وبقت مهنه بيكتسبوا منها، يعني بيمتهنوها للمكسب. انا مش عايزك تيجي عند الزبادي بقى وتنفخي. يعني انا معاكي، وقلنا ان في ناس دخلاء على العلم بيدعوا نفسهم علم الفلك وبيلخبطوا الدنيا، وفي منهم اللي بيحضر روح السادات على الهوا. جاوبني بقى، جاوبني على سؤالي. لا بعيد كل البعد عن هؤلاء. طيب جاوبني على سؤالي وتعقيب حضرتك. السؤال بتاع حضرتك، احنا كبني ادمين عاملين زي الزرع، في زرع صيفي وفي زرع شتوي. تمام. فاللي اللي بيتولد في الشتاء بيكون ليه مواصفات، واللي بيتولد في الصيف بيكون ليه مواصفات، واللي بيتولد في الربيع بيكون ليه مواصفات. تمام. ومن هنا الصفات التي تصح مع بعض الناس مش كلهم بتبقى حاجة مؤكدة خاصة بالطقس والطبيعة. تمام. زي ما قال الشيخ عبد الله رشدي المرة اللي فاتت، اللي في أفريقيا يبقى أسمر واللي في أوروبا يبقى يعني ماشي. دكتور محمود، ده كافي ان هو يتم الحكم على ارتباط الاشخاص ببعضهم؟ يعني هل كافي، هل الاخذ بالابراج او بصفات الابراج ان انا ممكن اخلي اتنين يرتبطوا ببعض او ينفصلوا عن بعض؟ الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الغني دلوقتي، الدكتور عبد الغني، برج الجدي. تمام. برج الجدي ده مرتبط بزحل. زحل هو المعلم الصارم، هو كوكب الضبط والربط، كوكب القانون. تبص تلاقي الأشخاص المرتبطين ببرج الجدي واخدين حتة الجدية في شكلهم وفي تعاملاتهم، منضبطين شويتين. تمام. ولذلك زحل كوكب النحس على كل الأبراج ما عدا بتوع الجدي، بيدوهم كوكب القانون، هو كده كده منضبط، هو كده كده ما بيهيس، فما بيقعش عليه عقوبة الكوكب. لما اجي الشيخ عبد الغني يحب يرتبط، لازم يرتبط من حد اتولد في الفصل بتاعه او المقابل له، يعني انسب شريك للجدي هو السرطان مثلا. ده قوانين عندنا وكلها صحيحه ومظبوطه، لكن في نقطه غايبه. كلام جميل قوي يا شيخ. كلام حلو جدا، كلام حلو، ماشي، كلام حلو. بس هل تعلم ان حضرتك ليك برجين، برج من اسمك وبرج من تاريخ ميلادك؟ طب حضرتك، أنا حضرتك أنا مبتسم، حضرتك مبتسم يا دكتور عبد الغني. انا مبتسم. هل حضرتك الابتسامه دي وراها رضا وان ده بالفعل موجود؟ لا طبعا. لا ده انا بحبك ولا وراها ايه؟ وراها ايه جدا؟ خلي بال حضرتك. طب العلاقه مع الزوجه ايه؟ هقول لك. هتجوز كام واحده؟ هقول لك كل حاجه. انا هقول لك بصراحه على الهوا، انا هقول لك كل حاجه دلوقتي. اتفضل. الاول نسبه البرج اللي من تاريخ ميلاد هي 20%. لازم افحص اسمك واعرف برجك من اسمك كام، يبقى كده 40%، لان البرج اللي من تاريخ الميلاد 20 والبرج اللي من الاسم 20. انا عايز اعرف يعني عبد الغني، انا عايز اعرف ايه الست. حسبته الحلقه اللي فاتت لقيته عامل 7، و7 ده يعني برج الحوت. ده درس حضرتك. مائي. الحوت مائي. والجدي ترابي، والميه مع التراب دي تقول ان انت عندك تصالح مع نفسك، عندك نفسياتك. طب انا اتجوز كام واحده يا دكتور؟ انا جاي لك بس انا بحللك دلوقتي. طمني قبل ما اطلع معاك. انا بحللك يا شيخنا دلوقتي. يبقى دلوقتي عندك 20% تراب اللي هو الجدي، و20% ماء ميه اللي هو برج الحوت، عندك 60% اللي هي الطالع اللي هي ساعه الولاده، ودي عليها وقائع الاحداث. حضرتك تعرف انت مولود الساعه كام؟ لا طبعا ما حضرتش. لو عرفت، لو عرفت الداتا دي هتحل لك الغاز 60%. لكن خلينا في الحوت وخلينا في التراب، والتراب مع الميه دايما بينتجوا زرع، وخلق الانسان من طين، والطين عباره عن ميه وتراب. سكوتك ده احنا قدامنا قد ايه؟ قدامنا وقت قد ايه؟ احنا عايزين قدامنا وقت قد ايه؟ اتفضل اتكلم. قدامنا وقت قد ايه؟ عرفيني. الشيخ بيسال قدامنا وقت قد ايه؟ يا عم وليد عماره اتفضل مع حضرتك الوقت. معانا وقت قد ايه؟ معانا وقت قد ايه؟ الاسم له تاثير. 4 دقائق. 4 دقائق؟ لا لا خلاص كده يا دكتور، كفايه عليك كده. صل على سيدك محمد. صل على حبيب قلبك يطيب. عايز تختار دلوقتي يا دكتور؟ اتفضل. هنعمل حلقه تانية كده. انا اقول لحضرتك الساعه الواحده كام واحد بيتولد؟ اقول لحضرتك. حلو حضرتك بتسال، ده حاجه وانا متخصص هقول لك. ما عادش وقت. لا بس لا هقول لك بسرعه، لو في واحد بيتولد دلوقتي في السعوديه الساعه 1 الظهر
وفي واحد بيتولد في مصر هنا في مصر. لحظه بس افهمك، وفي واحد بيتولد في نفس الوقت في مصر، هل هتبقى واحده؟ انا بقولك انا طب لو في واحد في نفس الوقت بيتولد في المغرب هل هتبقى واحده؟ لا، كل واحد بيتولد له خطوط طول وخطوط عرض على حسب الدوله والمكان اللي هو انا بقول في مصر يا دكتور. يعني الساعه واحده اقول لك فين؟ قبل ما السعوديه ولا في مصر؟ طب قبل ما بلاش بلاش الساعه، انا الوقت عندي توام، عندي احمد وخالد مولودين مع بعض، واحد زي الشيطان واحد هادي غلبان، أيه واحد بيتنرفز وعصبي يا شيخنا هنفهم. لا وقام يا دكتور، لا اسمعني بقى، لا ممكن تسمعني بقى، لا انا لازم اقول بس في دقيقه بقى يعني حضرتك الاثنين مولودين في ساعه واحده في نفس الساعه لازم وبرج واحد والطلع بتاعهم واحد، واحد شيطان واحد. طيب خليك بقى معايا، انا اقول اهو اولادي انا الاثنين مشتركين مع بعض بنسبه 20% الا وهي الخمس، لكن احمد هيعمل 8 فهيبقى برجه الجدي، والتاني اسمه خالد. احسب لك خالد هتلاقي لي برج تاني، فاتفقوا مع بعض في 20% لكن بقيه ال 80% يعني كل واحد تأثير تأثير تأثير. طب كم نسبه تاثير البروج يا دكتور؟ 20% البرج اللي من الاسم من تاريخ الميلاد. ما انت ليك برج تاني من اسمك. على كل انا والله سبحانه وتعالى على ما اقول شهيد، لا اعترف باي تاثير الا لله سبحانه وتعالى. طب ما نوسع لا مدركنا. اعترف. طب اقول لك على حاجه الكريم ونخلي ديت في الحلقه اللي جايه. انا بقول ما يمسكش مصر الا رئيس اسمه يعمل رقم 6، يعني لو جبت عبد الغني وما طلعش 6 وداخل انتخابات هقول لك مالكش استقرار. دكتور عبد الغني، اخر سؤال بوجهه لحضرتك، حضرتك مع ولا ضد؟ طبعاً ضد الأبراج. ضد طبعاً. حضرتك مع وجود الأبراج في السماء ولها وظائف معينة لتهتدوا بها رجوماً للشياطين وزيناها للنظيم. وتأثيرها غير على الناس. كده أي تأثير على حد؟ على الناس. لا يوجد تأثير إلا لله سبحانه دكتور. وتعالى. ما هو ربنا اللي مخلاها دكتور محمود. هيعرفك أنت. لا أنا ما بنسيبش القدرة للكواكب. آخر سؤال يا فندم عشان نختم البرنامج، حضرتك عايزك تعيد الناس معتقد وتأكد دلوقتي بوجود الأبراج وأنها علم وأنها طبعاً يعني الله التنجيم والتنبؤات. الله حر في ملكه. لما سخر لنا الدواب لا أنا عايزة ولا سخر لنا يا دكتور سخر لنا سخرناه أركب اللي مصر سخر لنا الدواب ركبناه وحلبناه واستفدنا منه كل الاستفادة من غير المنطق ومن غير المعقول. طب ايه علاقة سخر للشمس والقمر والنجوم؟ ايه علاقة ده؟ ايه علاقة ده؟ تأثير عليا؟ ايه علاقة ده بحظك اليوم يا دكتور محمود؟ حضرتك الاسم له تأثير سخر. انا عندي جدول في محمد نجيب، في جمال عبد الناصر، في حسن مبارك، في انور السادات. هو الكواكب لمصر بس يا دكتور؟ بثبت لك بطاقة الاسم. انا بشكر بس. انا بوريك ان الاسم كمان له تأثير. بشكر حضراتكم وبشكر النجوم للعالم كله. على كل انا رأيي مع نبال. بشكرك يا دكتور محمود وبشكر حضرتك بوجودكم النهاردة في ساعة مع نبال. وفي الختام قدمنا في البرنامج ساعة مختلفة في الإعلام المصري. شفنا في نهاية 2019 معظم القنوات بتصدر يعني كمية معلومات كبيرة جدا، واستضافت ناس تحت علماء وفلكيين وناس كتير مش قادرين يعرفوا الصح من الغلط. النهاردة ناقشنا الموضوع بشكل مختلف. السؤال مطروح لحضراتكم دلوقتي، هل الأبراج حقيقة أم خرافات؟ سمعتم الجبهتين والآراء المختلفة، رأي الدين ورأي علماء الفلك، وحضراتكم اللي تقدروا تردوا على السؤال. لازم يبقى عندنا وعي، لازم يبقى عندنا فهم، لازم نشوف الكلام اللي بيتقال بيخاطب عقولنا بشكل منطقي وسليم ولا لا، وهو ده اللي يخلينا نميز بين الصح والغلط. يعني دايما في ساعة مع نبال بقول دعوة للحياة بفهم وبوعي وبثقافة. تصبحوا على خير.